السلام عليكم ورحمة الله. نبدأ معاكم حلقة جديدة في كارير انتر ميلان. استعرض لكم المباريات اللي هلعبها في حلقة اليوم ان شاء الله. عندي 3 مباريات هلعبها اليوم. المباراة الاولى بولونيا، المباراة الثانية تورينو، ومباراة بارما هلعبها محاكاة ان شاء الله. ترتيب الدوري الايطالي: الانتر متصدر ب 42 نقطة، اليوفي 39، ميلان 38، اتلانتا 35. هدافين الدوري: ايكاردي 10، ليالتش 9، رونالدو انسيني 8، كوارياليلا 7 اهداف. رونالدو بدأ يطلع، كان مختفي من بداية الموسم. مباراتنا الأولى في الحلقة ضد بولونيا. إيكاردي هداف الدوري، وطبيعي أنك تشوف كل هذا الاهتمام. إيكاردي هداف الدوري، وبالتالي العيون تراقب، نحاول ننتصر ونعزز صدارتنا في ترتيب الدوري، لأن الدوري بدأ يولع الآن. أي خسارة أي تعثر ممكن تروح الصدارة منه. مشاهدينا الكرام، أجمل تحية من على ملعب السان سيرو، ملعب السان سيرو بمدينة ميلان، للتعليق على مباراة اليوم. المباراة ترتيبنا كبيرة أمام أصحاب الأرض. الثاني روما فارق علينا مبارتين. الفوز اليوم يعني التربع على القمة، الصدارة في هذا التوقيت من الموسم، ونحن في النصف الأول من مرحلة الرياض في غاية الأهمية، لأنها ستجعل الفريق يقترب أكثر وأكثر من اللقب. نبدأ المباراة على بركة الله. أعطيه، يلا يا كاردي، ناقلان سجلنا الهدف الأول في الدقيقة 5. ناقلان سجلنا الهدف الأول، أرسلها كرة تسعد العشاق، كويس ناقلان، تسعد الأنصار، هدف يعني الكثير في توقيته، في معناه، يا بلنتي هذه، في نهايته، في إثارته، هنا على هذه الكرة. 5 أهداف في الدوري. حرفية في المنطقة. شيل يا شيخ، شيل زي الناس. سجلوا التعادل في الدقيقة 17. الجميع يتحدث عن أمر اعتزال، لكن يتحدث بلاسيو، هذا واقع يلعب بلاسيو، لغة يعشقها كل محب كرة القدم. بولونيا سجل علينا التعادل عن طريق بلاسيو، قادر على تقديم الإضافة ومساعدة الفريق. والله مدافعين عندي، يا سلام عليهم. تسديد للكرة المباشرة، شوف اللقطة، شوف المسافة. والله ضيعنا أهداف، ضيعنا هدفين محققة من نايجولان. ويسلي، شوط أول جدا سيء، انتهى الشوط الأول 1-1 بهدف مقابل هدف. بلاسيو سجل، أوناي جولان سجل، قدم شوط أول جيد حقيقة، ربما الآن يقدم ما هو أفضل في شوط المباراة الثانية. ما شاء الله كبير في العمر، باقي يلعب ما شاء الله عليه. بلاسيو ورجع فريق المباراة 1-1 الشوط الأول، وأدت المباراة الثانية لهذا اللقاء. اضغط، حلو يا بايلي، أعطيه، روح سليم الكرة من إيكاردي، الله على البينية، عرض، سلام، الهدف الثاني، سجلنا الهدف الثاني بداية الشوط الثاني. إصرار في التقدم، بلويش هذه السيطرة، هذا التحكم الأمريكي، سجلنا الهدف الثاني بداية الشوط الثاني. عرضية حلوة من بايلي، إعادة من جديد، والله بايلي هذا اللاعب خرافي. شوف العرضية، شوف العرضية، وشوف كيف حطها كويس. سجلنا بداية الشوط الثاني 4 أهداف في الدوري، كويس ديفي، بطل ديفي. نايجولان مرتد الان على الشاشه، عطيه، حلوه التمريره نايجولان، عرض رائع العرضيه الى الخلف. إيكاردي الهدف الثالث، ضمننا المباراه. الله على هذه الكره، ماورو إيكاردي سجل لنا الهدف الثالث، هداف الدوري. 3 نقاط مهمه في ترتيبنا في الدوري. تفوق، شوف البينية من نايجولان، ترجم الآن إلى هدف مستحق. أعتقد بأن الفريق الآن عظيم، رح يفرش في المباراة ويسيطر في الوقت القادم على المباراة. 11 هدف في الدوري، نوعية أفضل وقت، تنفذ الضربة الركنية بالتشكيل وسط 18، علقها والله، سجل الهدف الثاني في الدقيقة 64. الله يستر، بولونيا سجل الهدف الثاني في الدقيقة 64، باقي وقت كثير في المباراة، الله يستر لي أجيب التعادل.
هذه الكرة إلى هدف بعد تمركز مميز وجيد بين اللاعبين، تنفيذ مثالي للكرة، كان تحضير جيد حطها بزاوية صعبة ما يقدر يجيبها الحارس. مسلي الله يستر لا يجيب التعادل آخر الوقت. تنفيذ الضربة الرمية في وسط منطقة الجزاء. صفر يا حكم انتهى الوقت. انتهت المباراة، مباراة جدا صعبة. 3-2 فزنا على بولونيا. 3 نقاط مهمة في الدوري. الفريق في لقاء اليوم في مباراة أصبح المركز الأول في الدوري. اللحظات الأخيرة. وصلوا ما شاء الله لعيب الولد هذا. بالنسبة لأداء ماورو إيكاردي في مباراة اليوم، ظهر بشكل جيد في المباراة وسجل هدف ساعد فريقه على الفوز. يوم سعيد جدا سيمر من خلاله. 3-2 على بولونيا. مباراتنا الثانية في الحلقة ضد تورينو على ملعب تورينو. اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان. هذه اجمل تحية مني محدثكم فارس عوض، ويسرني بان التقي مع حضراتكم. هلا بالمباراة هذه بالتشكيلة الاحتياطية مليئا بالاثارة والمتعة. مباراة كبيرة مرتقبة للعريق تورينو امام نادي انتر ميلانو النيرازوري. انتر 21 المباراة الاول، روما 22 المباراة المركز الثاني، يعني لو فوز في المباراة هذه يصير فارق كبير بينه وبين روما. مباراة ستكون مثيرة الا اذا سارت الامور بشكل غير متوقع. نبدا المباراة. انتر يتمنى ان يكرر نتيجة الفوز التي حدثت في المباراة الماضية. الكرة ترتطم بالعرض. غطي هناك يا اخي، غطي هناك والله. فيفا هذه ما ادري كيف فقط مسألة وقت ليس الا. ايش طلعت من الباب؟ ايش الحارس هذا اللي بيجلطنا انا؟ سجل علينا الهدف الاول في الدقيقة 21. والله الشريط هذا ما ادري كيف، في مشكلة في الحراس والله. تقدم في المباراة قد يعني الفوز في هذا اللقاء. انا ما طلعته والله، ما طلعته. شوف 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 بدون اي صعوبة بدون اي معاناة، المرمى خالي. ايش طلعوا ما ادري انا. هذه الكرة، كرة ما كانت تحتاج لاي مهارة استثنائية. اي روح بلنتي يا حكم. كويس ضربة جزاء في الدقيقة 33. الحكم وجه الورقة الصفراء كرت اصفر. اي لو تارو سجل لنا التعادل. لو تارو سجل لنا الهدف التعادل في الدقيقة 34. كويس رجعنا في المباراة. حلو الاحتفالية هذه، حلوة الاحتفالية. تعدل الحاجز وروح احتفلوا مع الجمهور. حول ضربة الجزاء. حطها بروقان. لو تارو سجل لنا هدف التعادل. شوف كيف الاحتفالية. 5 أهداف في الدوري. نتصل الله على الكرة. تمرير الكرات يتم بشكل مميز جدا في المباراه. سيموني زازا. غريب اللقطه، كره من زاويه صعبه، كره مستحيله. مع ذلك الشوط الاول تعادل 1-1. ما اعرف شو اللي كان يفكر فيه. نرجع في الشوط الثاني. اعطيه روح لوتارو. تمركز في الخلف من الدفاع، بلاينيه مثاليه خلف المدافع. سجلنا الثاني في الدقيقه 79. اخيرا جبنا الهدف الثاني عن طريق لوتارو. حلوة الاحتفالية استعراضية. قادرون على هز الشباك. والله مباراة صعبة، تورينو صعب والله، أصعب من بولونيا. تسجيلي بشكل مستمر. فريق مقفل. ثقة ومعنويات الهدف. حلو تحرك لوتارو، شوف كيف تحرك وحطها في الزاوية البعيدة. إعادة الهدف من زاوية مختلفة. الإنهاء عنده كويس لوتارو. 2-1 في الدقيقة 79. التقدم يرفع من معنويات هذا المدرب ويجعل أيضا سجل. ما زالت قائمة بعد تصدي حارس المرمى. حطة قوية. تغطية سليمة بيبعد الخطورة. تمركز الجيد يساعد. انتهت المباراة. انتصرنا على تورينو 2-1. انتصار مهم في الدوري. يفوزون اليوم بشكل أفضل. صدرنا الدوري بفارق كبير عن روما. احتمالية العودة في النتيجة من الفريق الخاسر استمرت حتى صافرة النهاية.
ما قدم في مباراة اليوم أداء كان لو تارو مارتينيز سجل لنا هدفين في المباراة لاعب حاسم والجماهير راح تكون راضيه عن اللي قدمه هو نفسه كويس لو تارو احسن خليفه لإيكاردي لو تارو مارتينيز 2-1 لو تارو مارتينيز هدفين. نشوف الاخبار الموجوده مين افضل لاعب في الشهر تشكيله الاسبوع. عندي 3 لاعبين من الانتر في تشكيله الاسبوع بوليتش وإيكاردي وبايلي 3 لعيبة من الانتر تشكيلة الاسبوع. افضل لاعب في الشهر وايجل افضل لاعب في الشهر يستاهل المحور الالماني الشاب. مباراة بارما في الدوري هلعبها محاكاة لانه بعدها عندي مباراة مانشستر يونايتد في الابطال ان شاء الله نفوز. فوزنا 1-0 مارتينيز سجل لنا هدف كويس 1-0 على بارما. يعطيكم ألف ألف عافية على المتابعة ولا تنسوا الدعم والاشتراك. نشوفكم على خير.